الأسر المهجرة في مدينة إدلب على يد مجموعات الإرهاب تلتقيها كاميرا سما لتنقل حاجاتهم في مراكز الإيواء بعدما ذاقوه من ألم فرضه المسلحون عليهم فتركوا منازلهم ظلما وجورا. هنا تاهت التنهدات في أرجاء المكان وغطته ذكريات الماضي الآمن. هنا اجتمع أبناء الوطن تحت جناح الألم والمعاناة من إرهاب أعمى أبى إلا أن يحاصر حتى نظرات الطفولة الغضة، فتناثرت أمنيات العودة بين الأنفاس للمهجرين بفعل الأعمال الإرهابية من ريف إدلب. قصص يطول شرحها. خربونا المعرة وسرقونا أغراضنا، خربونا حلب وسرقونا أغراضنا، ما تمشي، ما خربونا كرامتنا، راحت صرنا نغسل أيدنا، السقف عم تشر فوقنا، بس الحمد لله الهلال الاحمر معوضنا عن كل شيء. والله ما بنريد الا يكون هلا نرجع لبيوتنا بالسلامه وهالامور تصلح. عم بيديروا بالهم علينا، عم بيعطونا طلباتنا، بس شوي عم ناثر من البرد، برد عم بياثر علينا، مطر عم ينقط علينا. ومع تضافر جهود الدوله للايواء والمساعده مع منظمات المجتمع تخفف المعاناه قدر المستطاع ليكون حضن الوطن حتى في ظل جرحه أعز وأكرم من أي ملجأ في العالم.